ماشي، هنتكلم النهاردة الـ interesting cases. أنا دولت مدرس مساعد أشعة، الحالات مجمعاها أنا ودكتورة أسماء صفا مدرس مساعد أشعة. تمام. أول كيس معانا هي female patient عندها persistent vomiting من 3 أيام. يعني أنا في حتة من الهيستوري مخبياها عشان إيه أشوف رأيكم فيها. تمام، ثواني كده نفتح الصورة. ماشي، ايه رأيكم في الاكس راي دي؟ في حاجة كده مختلفة؟ طيب بصوا كده، هنا شايفين ال اللارج باول كومبريسد لتحت كده، نازله لتحت عن الطبيعي. يعني المفروض ان احنا الترانسفيرس كولون بيبقى الشادو بتاعه كده، صح؟ هي كده نازله. الحاله ديت كانت عامله انترا جاستريك بالون. تمام. ففي بالونه اللي هي في ستراكشر كده فينت لاين موجود هنا في المكان دوت، شايفينه ولا ايه؟ في حاجه كده اوبيك شويه كده موجوده. تمام. وعامله كومبريشن على الايه، على الترانسفيرس كولون. فده كده الاكس راي بتاع الحاله. الحاله ديت كانت جايه لنا كمان الترا ساوند، والالترا ساوند بتاعها كان باين فيه مش عارفه راديانت النهارده مهنج معايا ليه. طيب الالترا ساوند بتاعها يعني كان باين فيه البالونه، وخدنا لها الفوليوم بتاعها وكده، وكان باين مش باين فيه سمول باول اوبستراكشن، يعني ما فيش اوبستراكشن في السمول باول. اللي طبعا جايه اكس راي علشان الايه، علشان يشوفوا هل في دوت سمول باول اوبستراكشن، لارج باول اوبستراكشن او كده. جت بقى بالليل في السي تي، ده الايه الشكل بتاع صوره السي تي بتاعها بتاع بالليل. ادي البالونه نازله تحت في المنطقه بتاعت البايلوريك ريجون كده، والاستومك طبعا ديستندد، والباول كلها ايه، كلها لابسه تحت. تمام. فالحاله ديت كانت البالونه عملت لها جاستريك اوتلت اوبستراكشن. يعني التيتشنج بوينت يعني هنا ان احنا اصلا اول مره نشوف كومبليكيشن لبالونه، يعني مش حاجه كومون ان احنا بنشوفها. وقعدنا بقى نشوف ايه انواع البالونات. المفروض ان كل بالونه بتيجي بيبقى جاي معاها الحاجه بتاعتها، يا بتتملى بسلاين يا بتتملى بإير، كل حاجه ليها الستاندردز بتاعها والمقاس بتاعها. فاحنا بس مطلوب مننا ان احنا ناخد المقاس عشان بيشوفوا المقاس كويس، المقاس ديفليتد او لا، والبوزيشن. المفروض ان البوزيشن بتاع البالونه يبقى فوق، يبقى في البادي او في المنطقه اللي هي الفندس، ان هو ما ينزلش عند البايلوريك ريجون. طالما هو نزل فهو ده اللي عمل لها الجاستريك اوتلت اوبستراكشن. يعني ده كده النورمال بوزيشن، ان هو ايه، يبقى في المنطقه اللي فوق مش تحت عند البايلوريك ريجون. ده بالنسبة لحالة البالون، وهي فعلا يعني دخلوا بالليل وبالمناظير وفرقعوا البالون. تمام كده. معانا حالة تانية، فيميل بيشنت 40 سنة، رايت ابدومينال بين، لاست منسترال بيريود بتاعها من شهر، وعندها هيستوري اوف رايت اوفريكتومي. تمام. هوريكم السي تي كونتراست على طول، هنشوف بس حاجة معينة كده في السي تي كونتراست بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نقلب. ده كده الديليد. ماشي. بصوا كده، في هنا ايه رايت ادينكسال ستراكشر كده. تمام. ولو سنتر هايبو ايكوك. ماشي. سوري، هايبو دنس او لو اتنيويشن. يعني ال فين بقى الارتيريال؟ اهو.
هي ما فيش ابدومينال اورجان ابنورماليتي، يعني الكيدنيز تمام، الليفر تمام، السبلين تمام، الباول تمام. هي بس الحاجه اللي لقطناها اللي هي الرايت ادينكسيال او الرايت يعني سايدد ايه كده، دي مثلا هنقول عليها ان هي ايه مثلا فيرلي ديفايند اريا موجوده انسبرابل من الرايت سايد بتاع اليوتيروس تمام، وديسبلينج لو اتينيويشن، وفيها سنترال ايه سيستيك ليجن كده او يعني برضو فلويد دنسيتي تمام. فالحاله ديت انا اول ما شفتها كده قلت تطلع اكتوبيك بريجننسي، ده الاحتمال اللي جه في دماغي يعني الشكل ده ان هو يبقى كورنيال اكتوبيك او حاجه، هي شايله الرايت ادينكسيا او الرايت اوفري تمام. فقلنا لها تعالي نبص عليكي الترا ساوند، شفناها الترا ساوند لقينا ريجن انسبرابل من اليوترس بالذات من الرايت سايد يعني، و يعني فيلد بتربت فلويد كده، ولما حطينا كولر كانت هايبر فاسكولار ريجن من البريفري بتاعتها واخده شكل التارجت ساين. ده بانل؟ لا هو في هنا ريموت او حاجه، مش عارفه فين الريموت. سويني كده راحت ماشي. هو اصلا مش عارفه احنا بنريكورد ولا لا حد ايه تمام. فعملنا الالترا ساوند طلع كده، فخلاص انا قلت ايه هنطلع ان هي برضو اكتوبك يعني، برضو ايه فضلت ماشيه بنفس التفكير يعني. المهم الست راحت ورجعت جايبه البيتا اتش سي جي بتاعها طلع نيجاتيف. فيعني احنا قمنا في الاخر خلاص قلنا ديت سيتي وكده، وما يعني كتبنا انها رايت ادينكسيال ليجن وبتاع وايه فور بقى فيرزر ايفالويشن يعني، ما قلنا خلاص تعمل ام ار اي او حاجه. بس يعني اما عملت سيرش كده المفروض ان ديت ويب كيس، يعني الصوره دي صوره ويب كيس، بس كانت تبيكال للصوره اللي كانت موجوده عندي. كانت مكتوبه انها انفكتد روديمنتري هورن، يعني ان الست عندها روديمنتري هورن مش كوميونيكيتنج وحصل عليه انفكشن. فقلنا بس ايه ان ده ممكن يعني كانت الحاله ديت كانت ممكن تمشي انها موليريان دكت انومالي اللي هو الكلاس 4، ان هي في عندها روديمنتري هورن نون كوميونيكيتنج وحصل عليه انفكشن تمام. الحاله الثالثه طفله 12 سنه سوري 12 شهر عندها سويلنج في اللور باك، وده شكل الايه السكن دامبل بتاعها. كانت جايه لها تعمل ام ار اي وسي تي. فتعالوا نشوف بقى كده لقينا ايه. اسمها مروه، نبدا كده مثلا بالايه مستاجتال، واخدين بالكم من التي 1. في عندنا هنا ايه حاجه كده ليها سيجنال هاي في التي 1 تمام، وموجوده يعني اتاتشد للكورد اوكي عند الكورد. جبنا برضو الاكزيال بدأت تبان اهيت اوكي ماشي كده الخط خلص. وعندنا في اخر كات كده بدأ يبان اللي هي الليجن اللي على السكين دي تمام، وعامله زي ساينس تراكت كده صغنون جوه السكين اللي هو الحته اللي واخده زي يعني لو تي 2 سيجنال كده وفيها فلويد دي تمام، ساينس تراكت كده داخل على جوه اوكي. لو جبنا الاثنين جنب بعض سبليت مثلا، لو جبنا ساجيتال مع اكسيال ماشي شجي ولا مش هتجي مزوجي. طيب الليجن ديت برضو طافت في الايه في الفات سبريشن سيكونس خلاص. فديت ايه فايلم تيرمينال لايبوم صح كده، الترموما اوف لايبوما اوف ذا فايلم تيرمينال. وعندنا هنا الكورد خلصان في ليفل كام؟ عند ليفل ال 4 5. الطبيعي ان الكورد بيخلص ال 1 2، فهو كده تيثرد كورد اللي هو مشدود لتحت بالايه بالفايلم تيرمينال لايبوما دي. زائد بقى ان احنا شفنا ان في ساينس تراكت،
تمام. هي برضو عاملة سيتي، والسيتي بتاعها اهو. بدأت الليبوما تبان، اللي هي الحاجة اللي فاتي اتنيويشن ديت، تمام. وهي انتروثيكال، انترو هي كده جوه الكنال، بس بره ال بره الكورد تبقى ايه. تمام. طيب الحاله ديت كده ايه الدايجنوزس بتاعها بقى بالساينس اللي موجود على السكين، بالنوديول، بالتيزرد كورد، بالحاجات ديت. دي بيبقى حاجه اسمها الدورزال ديرمال ساينس، تمام، اللي هو بيبقى الكلينيكال بتاعه هو الشكل التيبيكال اللي احنا شفناه ده، اللي هو السكين دامبل او الحاجه اللي في السكين ديت، تمام. والاسوشيشنز معايا ان هو يبقى فيه الفايلم تيرمينال لايبوما، التايت فايلم تيرمينال، انترا ديورال لايبوما، لايبوميلو سيل، سبليت كورد مال فورميشن، دايست ماتوميليا. فهي عشان كده عامله الام ار اي علشان تشوف موضوع لو في اي ابنورماليتي في الكورد، وعامله السي تي عشان لو تشوف في اي ابنورماليتي في الايه، في الفيرتبري، تمام. في حاجه بس كانت لفتت نظري في الحاله ديت، ان الساكرا الفرتبري بتاعتها كانت انكمبليت كده، فانا بقيت عماله اقول مثلا ديت سباينا بيفيدا ولا دي حاجه عاديه. فلما دورت كده على الساكرا البون اناتومي، ده كده انا جايه عند الليفل بتاع الاس 1، تمام. الاس 1 كده عندنا الايه، البادي بتاعها والايلا اوف ذا الساكرا الايلا، تمام، وليها من ورا السباين والكنال ومفيش مشكله. طيب لو جينا بقى عند اس 4، اس 4 نورمالي ان هي اصلا فيها حته ديفكتيف، تمام، اللي هي اسمها ايه الحته الديفكتيف ديت بقى، اسمها الساكرال هايتس، ماشي. فالساكرال هايتس دوت له اشكال مختلفه في الاناتومي، يعني دي صوره بون اناتومي عادي، ان الطبيعي في الانسان يعني ان الجزء اللي تحت ده بيبقى بيفت شويه كده، ما هوش بيبقى مكمل بنفس الشكل، يعني في منها يو شيب وفي شيب وكذا شكل، يعني ممكن من اول اس 4 اس 3 يبقى في موضوع الديفكت ده. فالحاله دي كده هي ما فيهاش سباينا بيفيدا ولا حاجه، تمام. فده كده الدورزال ديرمال ساينس والبوسيبل اسوسيشنز وموضوع الايه، الساكرال هايتس. طيب الحاله الرابعه اللي عندنا ديت حاله كانت جايه هو راجل جاي ان هو عنده ريكارنت جانجليون سيست عادي، بس الغريب في الكومبلين انه ان البين اللي عنده كان في البيك 2 مش عند مكان الجانجليون سيست. يعني احنا كده هو ده الاكزيال بتاعنا، تمام، وديت الايه، سوري دوت مش اكزيال، ده ايه ده، اكزيال، ماشي، ديت الجانجليون سيست بتاعتنا، تمام. جانجليون سيست اصلا على اللاترال اسبكت اوف ذا فوت، ملهاش اي علاقه خالص بالبيك 2، اوكي. طيب البيك 2 بقى هنا لقيت في حاجه بس ايه لفتت نظري كده، المفروض ان البيك 2 ده له حاجه اسمها البلانتر بليت. البلانتر بليت ديت بتبقى المفروض ان اي بيك 2 له اتنين سيساموييد، والاتنين سيساموييد ماشي في وسطهم حاجه اسمها انتر سيساموييد ليجامنت، والانتر سيساموييد ليجامنت ده بيبقى عليه الفليكسور هالوش ستندو، تمام، هو بيبقى ماشي في كانال كده جواه. الحاله دي بقى فيها ايه، الانتر سيساموييد ليجامنت مقطوع، دولت الاتنين سيساموييد بون دي ودي، تمام، وده الايه البيك 2، وفي ابنورمال بوني سيجنال موجوده في البروكسيمال فالانكس بتاعه، تمام، عند البيس كده، ماشي، والمفروض ان دوت الفليكسور هالوش ستندو، خلاص. المفروض بقى ان في حاجه كمان اسمها انتر سيستمويد ليجامنت، هي مش موجوده في الحاله دي، مقطوع، خلاص. والمفروض ان بيبقى عندنا هنا من بقيه البلانتر بليد بيبقوا اللاترال ريتيناكولا اللي موجودين هنا ديت، بتبقى ما بين السيساموييد وما بين الفالانكس كده، هنا وهنا، تمام، ماشي. كنت كاتبه برضو كلمتين كده عن البلانتر بليد، اللي هي الايه، البلانتر بليد كومبلكس عندنا اسمها الهالوكس سيسامويدز، الاثنين سيسامويد دولت مع
الجزء اللي بيبقى موصل ما بينهم دوت اللي هو السيساموييد ليجامنت والبلانتر جوينت كبسول والسيساموييد فالانجيال ليجامنت اللي هي ايه اللي انا وريتها لكم في الجناب ديت الاتنين اللي في الجنب. تمام كده، يبقى تاني نبص عليهم كمان مرة ولا ايه؟ يبقى دولت مين كده؟ سيساموييد فالانجيال ليجامنت ده واحد وده واحد مظبوط، والمفروض ان دوت مين؟ الفليكسور هالج، والمفروض ان دي سيساموييد ودي سيساموييد. تمام، ناقص بقى عندنا هنا الايه الانتر سيستمويد ليجامنت مش موجود. لو بصينا في الفيوهات كده برضو الساجيتال معانا على البيك 2، لو تلاحظوا كده المفروض ان البلانتر بليد بيبقى يعني ده كده الفليكسور هالشس تندون اهو، وبيبقى اتاتشد ليه البلانتر بليد في المكان ده، يعني كلهم على بعض بيبقى حته على بعضها كده لو سيجن. بس هنا في حاجه موجوده شايفين الاستراكشر ده كده ريتراكتد شويه وعامل مكانه فلويد سيجنال اللي هي الحته دي. تمام، مع ان في عندنا ايه جوينت افيوجن. خلاص، فاحنا كتبنا الحاله دي على ان هي بارشال تير في البلانتر بليد بتاع البيك 2 دوت، وان هو هنا لسه يعني لما البلانتر بليد ده بيتقطع بقى ممكن لو اتقطع خالص بيحصل مال الاينمنت كمان، يعني ما بيبقاش ما بيفضلش الصباع اوبوزنج كده للميتاتارزال بون، لا بيطلع لفوق كده، ليه حاجه اسمها الايه الترف 2 او ترف 2. تمام، فدي فورم من الفورمز بتاعه الترف 2 او مثلا احنا مشيناها لانها جريد 2 يعني. اوكي، معانا حاله كمان ده برضو الكلام بقى بتاع الترف 2 اللي هي البارشال ثيكنس والفول ثيكنس بتاعه يعني في الام ار اي والاندايركت فيتشرز بتاعته فليكسور تندون شي ساينوفايتس ميتارزال ساينوفايتس والكلام ده. اوكي، والجريدز بقى اللي هو يبقى ستريتشد ولا بارشال تيرنج بس ستيل انتكت ارتيكولار سيرفيس ولا كومبليت ديسربشن ومعاها الارتيكولار كارتليج دامج والدامج والاديما والسيستمويد فراكشرز. فاحنا كنا في جريد 2 يعني مش للدرجة. الحاله الخامسه بقى ديت ادلت بيشنت فيميل بتشتكي من ني بين عادي خالص. تمام، فعملنا الاكزيال كده مبدئيا يعني باين ان في ايه في ابنورمال كده بوم مارو ليجن صح كده. تمام، ميكست كده. تمام، طيب السجيتال بي دي بتاعنا برضو عندنا ايه في اللور فيمورال شافت موجود ان في عندنا ابنورمال بون مارو دنسيتي وفي عندنا ابنورمال ليجن موجوده ميكسد هاي ولو سيجنال في البي دي وميكسد هاي ولو سيجنال في كله تقريبا. تمام، وحواليها في بون مارو قديمة شويه صح كده. مين الكومون ليجن اللي بتيجي اصلا في المكان دوت في العادي؟ الانكوندروم مظبوط. طيب هل الحاله دي تمشي كده ان هي تبقى انكوندروما ولا فيها حاجه اجينست؟ بصوا كده عليها برضو كمان مره، هي برضو الليجن دي. الليجن ديت المقاس بتاعها ريتشنج 5 سنتي. اوكي، تعالي بقى نشوف كده احنا ده الاكس راي بتاعها برضو نيكسد اوستيوليتك اوستيوسكليروتك كده وفيها ايه كارتليجنس اللي هو اسمه الرينج اند ارس كالسيفيكيشنز. تمام، والترانزيشن زون بتاعتها مور ليس يعني نارو ترانزيشن زون وحواليها حته هايبودنس كده في البون يعني ايه لو يعني دينوتنج بون مارو قديم. ف في عندنا حاجه اسمها الاتيبيكال كارتليجنس تيومر بتيجي في نفس المكان بتاع الانكوندروما ده. الانكوندروما الطبيعي ان هي اقل ما يعني اكتر مقاس ليها ما يزيدش عن 5 سنتي، رينج المقاس بتاعها ان هو يبقى 2 سنتي ما بتوصلش للكورتكس. طب ايه هو الاتيبيكال كارتليجنس تيومر؟ بيبقى في نفس المكان بتاع الانكوندروما بس السايز بتاعه بيوصل ل 5 سنتي وممكن يزيد شويه. تمام، بيعمل اسوسيشنز زي الكورتيكال سكالوبنج وبياخد انهانسمنت. طيب ايه كمان ان هو بيبقى فيه ساين كده اسمها الفات انترابمنت، زائد ان هو ما بيبقاش معاه اجريسيف ساينز بتاعه بقى الايه الكوندروساركوم اللي هي ما بيبقاش فيه سوفت تيشو كومبوننت، ما فيش البيريوستايتس الكورتكس ديستراكشن ولا الحاجات دي.
فلو عملنا مقارنه كده ما بينه وما بين الهاي جريد بقى كوندروساركوما، بنلاقي ان الحاجات المشتركه ما بينهم الاثنين فيهم كالسيفيكيشن، فيهم انهانسمنت، فيهم كورتيكال سكالوبينج، وبياخدوا فاست انهانسمنت. بس الاتيبيكال كارتليجنس تيومر بيبقى فيه ساين اسمها الانترابد فات، والمقاس بتاعه اب تو 5.5 او من اول 5.5 ده لمين. امال الهاي جريد لا، ده بيبقى معاه بقى الاجريسيف فيتشرز اللي هو يبقى فيه سوفت تيشو كومبوننت، فيه بون اكسبانشن، كورتيكال ديستراكشن، الحاجات دي. خلاص، هل احنا عندنا هنا في كورتيكال ديستراكشن او في سوفت تيشو كومبوننت في الـ مثلا ادي ساجيتال تي 1، هل في عندنا اي حاجه ولا كورتكس شكلها انتكت؟ شايفه ان الكورتكس شكلها انتكت، ما فيش مشاكل يعني. تمام، هل في سوفت تيشو كومبوننت حواليه؟ لا، ما الفات بلينز عندنا بره نظيفه اهوت، ما فيش حاجه. تمام، هل في اي ابنورمال بريوستير رياكشن اراوند البون؟ لا برضه ما فيش حاجه. خلاص، طيب فكده الليجن دوت هو يعني اكبر من ان هو يكون انكوندروما، زائد ان هو في حاجه مش ماشيه مع الانكوندروما، ان هو ريتشنج للكورتكس يعني الاوت لاينز بتاعه واصل للكورتكس، زائد ان هو سراوندد باي مايلد ايه بومارو قديمة كده. ايه بقى الفات انترابمنت ساين ديت؟ شايفين الجزء اللي هو كانه ده الفات العادي اهو. تمام، في جزء كده شبهه جوه الحته دي، كان في يعني ايه بومارو من عادية في وسط الليجن مع بعض، فده بيبقى الساين دي اسمها الفات انترابمنت ساين يعني. تمام، هي واخدة نفس سيجنال البوم مارو في كل حاجة يعني. ده التي 2 مثلا اهي نفس الحتة دي، نفس الحتة دي اهي كأنها بوم مارو عادي في وسط الليجن يعني. ديت هي ديت الفات انترابمنت بتاع الايه الاتيبيكال كارتليجنس تيومر، فاحنا كتبنا الحالة دي على انها اتيبيكال كارتليجنس تيومر. تمام كده. طيب الحاله اللي بعد كده كان ادلت بيشنت جاي بيشتكي من ان هو كان عنده هيستوري من الريست انجري من زمان. انا مش عارفه بقى ده هيبقى كيس كام، ده بقى 5 اوبن كده هو. لا ثانيه واحده، تمام. هو كان خد زي كات ريست كده انجري وهو صغير يعني او من كذا سنه، ودلوقتي هو بيشتكي من نامبنس وابنورمال سنسيشن في ايده. عملنا له الترا ساوند، المفروض ان الصوره ديت يعني متاخده على الكورس بتاع الميديا نيرف. تمام، فالميديا نيرف له ديست له اند هنا ولو اند هنا، وفي النص في النعكشه ديت او الحته الهايبو ايكويك ديت اللي جواها في انترنال كولر فلو. تمام، ايه هي البوسيبل كومبليكيشن اللي ممكن تحصل في ميديا النيرف بعد ما الواحد ياخد كات تروما ويتخيط؟ في العموم النيرف ممكن يهيل بايه؟ بيحصل حاجه اسمها نيوروما اللي هي نيرف نيوروم، او ان النيرف يفضل مقطوع، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف هنا احنا لقينا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده برضو الاول زي ريفريشمنت كده للكاربال تانل اناتومي عندنا اللي هنلاقيه، اللي هو الايه البون عندنا الناحيه الالنر سايد. تمام، بيبقى فيها الحميد كافيتيت ترابيزويد ترابيزيوم والكاربال ليجامنت، واول واحده جنب الترابيزيوم بيبقى مين؟ الميديا نيرف. تمام، بيبقى جنبه ديبلي الفليكسور بوليشس لونجز. طيب احنا هنشوف بقى لو احنا طبقنا كده، ادي الالنر استكت وايه ونشوف. هو ده اهو ماشي، دي كده عندنا الالنا مظبوط، دي الالنا ودي الراديوس. تمام، هننزل كده ثانية واحدة. في عندنا هنا ايه ستراكشر واخد هاي سيجنال كده موجود في المنطقة بتاعت ادي الكاربال تانل اهيت. تمام، والمفروض ان ده كده اكوردنج للاناتومي هيبقى الميديا نيرف. احنا يعني الصوره الثانيه كانت الانذر يعني الريست الثاني معكوس. اوكي، فادي الايه الميديا نيرف، ميديا نيرف واخد هاي سيجنال وانت حلو، وبعدين مشينا 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 معاه. تمام اوكي، يبقى احنا كده ايه انتكت ميديا نيرف هنا واخد هاي سيجنال هنا. تمام، وبعدين فجاه كبر قوي واخد هاي سيجنال برضو. تمام، وبعدين احنا هنفضل ماشيين وراه. ثواني بقى هجيبه
في كات تاني او في حاجة تانية زي التي تو مثلا بي دي. ماشي، ده برضو الميديان نيرف. تمام، بس انا كده هاي في الفور ارم شويه، وكده انا نازله ناحيه الريست، وانا نازله ناحيه الريست بقى كبير وهاي سيجنال اهو. كده احنا عرفنا ايه من الام ار اي دوت، ان المشكله عندنا في الميديان نيرف، وان هو انتكت من الفور ارم يعني من الناحيه ديت، وانتكت يعني من هنا ومن هنا، الاثنين دولت ما فيهمش ريتراكشن، متوصلين ببعض. ولما عملنا الالترا ساوند لقينا الجيب ديت فيها فاسكولاريتي، يعني هي ايه يعني مش حته مقطوعه وفلويد فيلد جاب مثلا. فالحاله ديت احنا كتبناها على انها ميديان نيرف نيورون. تمام، الميديان نيرف نيورون ايه الالترا ساوند فيتشرز بتاعها؟ ان النيرف بيبقى سولن ماس لايك هايبو ايكويك لوس اوف ذا فايبريلاري باترن. تمام، ممكن توصل لغايه 5 سنتي في السايز بتاعها. الام ار اي بيبقى فيوزي فورم سويلنج في النيرف، وبيبقى باين يعني على حسب بقى، لو هو المفروض ان النيوروما دي ممكن تحصل بوست امبيوتيشن كمان، لو في ناس عامله امبيوتيشن التيرمينال نيرف بيقلب برضو ممكن يقلب بنيوروم، فلو هو في اخره هيبقى بالباس ميس في النيرف اندكس لو في الاندنج، انما لو احنا زي الحاله اللي معانا دي هتبقى فيوزي فورم سويلنج، والتي 2 والستير بتبقى ان هوموجينس هاي انتنسيتي. نفس تقريبا دي الفيتشرز اللي عندنا اصلا، ان هي كانت هاي انتنسيتي في البي دي، هاي انتنسيتي في التي 2 وفيوزي فورم سويلنج. تمام كده، واحنا عملنا الالترا ساوند كانت هايبو اكويك وسولن وما فيهاش الفايبريلاري باتر. دي كده برضو حاله كانت معانا. في معانا برضو جات لي مره كده في الالترا ساوند طفله عندها هيستوري اوف هاند اوبريشن في الفينجر، وعندها بينفول نوديول. تمام، مش باينه بتتحس كده. فكان الريكوست جاي لي عايز الترا ساوند كويري راديال ديجيتال نيوروما، راديال ديجيتال نيرف نيوروما. فهو بس فكرته يعني ان انت تعرف اصلا الايه الديجيتال نيرفز انا عايزه ابص عليها، ببص عليها فين. فدي رسمه كده لشكل الديجيتال نيرفز اللي انا ببص في الجناب، باخد من الويب سبيس من الجنب واطلع، من الويب سبيس من الجنب واطلع، اجيب الفيزل وامشي معاه، اجيب الفيزل وامشي معاه. لو لقيت اي ابنورماليتي حواليه في حاله زي دي، يعني ده كده الشكل اهو بتاع الالترا ساوند، ده الصباع عادي ماشي، ديت الايه انا ببقى كده، يبقى ده الفليكسور تندون وده الارتري، ده الديجيتال ارتري والديجيتال ارتري، جنب الديجيتال ارتري بيبقى النيرف. تمام، الصوره انتر اوبرتيف كده برضو للنيرف من الايه، بيبقى جاي برضو من الويب سبيس من الجنب، وهنا هو مقطوع وهو بيوريهولك يعني. فالنورمال انه النيرف بيبقى صغنن كده وجنب الارتري. طب حاله زي ديت النيرف بقى كبير قوي كده وهايبو ايكويك، يبقى غالبا ديت الايه النيوروما اللي الكلينيشن شاكك فيها يعني. تمام، برضو نفس الشكل ده ممكن يجي في الفوت اللي بتبقى حاجه اسمها المورتونز نيوروم. لو جت برضو عندنا مره في السونار اللي هي كان عنده لما بيلبس الشوز ما بين الصباع الثاني والثالث بيضغط عليه يعني بيحصل له وجع في رجله، فبرضو كان جاي لي كويري مورتونز نيوروم. حطيت برضو البروب في المنطقة اللي هي ما بين الصباعين كده، ان احنا ندور برضو على ايه، على حاجة الشكل الهايبو ايكويك والسويلينج ده، وفعلا كان في حاجة صغنونة كده يعني. تمام، كفاية كده.